مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن امير عبد الحميد وكل مشاهدي ومتابعي سلسلة في كل مكان. اهلا بيك. بعد راحه يمكن يومين الناس النهارده مستنيه اخبار تمرينه النادي الاهلي. انا النهارده بالذات يا محمد عايزك تنقل لي وصف تفصيلي، انا عايزك تاخدنا كده وتحطنا يعني جوه النادي الاهلي، تقول لنا اخبار اللعيبه ايه في التمرين، شايف استعدادهم، شايف الحاله المعنويه قبل الحاله الفنيه والبدنيه ازاي، الاجواء العامه ايه اللي اللعيبه بتتكلم فيه، وخلينا بعد كده كمان اعرف منك حاله المصابين من الجهاز الطبي. دكتور احمد ابو عبله قال لك ايه عن جاهزيه المصابين اللي كانوا غايبين عننا في اخر ماتشين؟ بالفعل زي ما اتكلمت الزميل عزيز احمد، يمكن زي ما بنقول كان الصوت يعلى فوق النادي الاهلي هنا عن صوت نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد المغربي. اللاعبين حاله يعني تامه من التركيز في المباراه. يمكن اللي حصل النهارده زي ما انت قلت كده وصف تفصيلي، اللاعبين عقب حضورهم يعني ابتدى على طول اليوم بتاعهم بمحاضره فنيه للجهاز الفني، كانت في غرفه المحاضرات اتكلم بقى في البدايه الكلام النظري عن المباراه وخلاص يعني قفلنا الصفحه المحليه من بعد مباراه انبي والاداء الاكثر من رائع والعزيمه والفوز في الدقائق الاخيره. النهارده بقى خلاص نهايه دوري ابطال افريقيا، التركيز فيه بشكل تام، بدايه بقى الاعداد النظري كان في غرفه المحاضرات ومن بعدها كان الانتقال للملعب. يمكن التمرين ابتدى كده ببعض الحاجات الخفيفه، يمكن كان احتفال اللاعبين زي ما اكيد شفت على الشاشه باحمد عبد القادر لاعب الفريق وكان عيد ميلاده امبارح، فتم كالعاده عمل ممر اللي بيعملوا اللاعبين لاي لاعب عنده مناسبه سعيده، تم دكه البدايه. من بعدها كان مستر موسيماني التركيز في الجمل الفنيه والشغل البدني. عايز في البدايه اقول لك ان لمحه النهارده كانت مهمه جدا، مستر بيتسو موسيماني اصدر تعليماته للجهاز الاداري في ملعب مختار التتش يعني زي ما بنقول برفع الستائر علشان جمهور النادي الاهلي المتواجد او الاعضاء المتواجدين داخل فرع النادي الاهلي هنا بالجزيره يتابعوا التمرين الاخير للفريق قبل السفر. يمكن كان بعض الشباب والاطفال بيتابعوا التمرين وبينادوا على اللاعبين، فمستر موسيماني قال لهم يعني ارفعوا الستائر، عايزين الاعضاء او الشباب اللي موجودين داخل النادي يتابعوا التمرين، واللي عايز يوصل رساله للعيبه ويشجعهم يكون ده متاح ليه ويشوف اللعيبه في اخر مران قبل السفر غدا باذن الله. يمكن من بعدها كان استكمال الشغل البدني. عايز اطمنك كمان ان الحمد لله كل اللاعبين الغائبين باستثناء محمد عبد المنعم، بدر بنون، اكرم توفيق، دول اللي ادوا تمرينات استشفائيه النهارده او تأهيليه. شايف علي جانج، شايف ياسر ابراهيم في التمرينه دلوقتي، يعني لسه كانوا ظاهرين على الشاشه بيتمرنوا بالفعل كلهم الحمد لله بقوا جاهزين. زميل عزيز احمد كابتن الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي قال لي خلاص من الناحيه الطبيه هم كلهم جاهزين وتحت امر الجهاز الفني. وعايز اقول لك حاجه كمان، يعني من احد اللفتات الطيبه وروح الفريق واستعداده للنهائي، مستر موسيماني يعني هياخد كل اللاعبين الموجودين في القائمه معاه يا احمد للمغرب حتى اللاعبين المصابين. يعني حتى بدري بساله قبل ما اسال الجهاز الفني والاداري قال لي لا انا مسافر ان شاء الله مع البعثه الرسميه للفريق للمغرب غدا باذن الله، اللي ان شاء الله الطياره هتكون يعني هتغادر من مطار القاهره باذن الله بتوفيق ربنا، وثم دعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالفوز في المباراه الساعه 5:30 مساء من ان شاء الله من مطار القاهره، في رحله يعني تستغرق تقريبا 6 ساعات لمطار محمد الثاني في دوله المغرب الشقيقه. ان شاء الله يوصلوا بالسلامه وان شاء الله يكون البدايه ان شاء الله للبطوله الثالثه على التوالي وال11. كمان يمكن على سبيل الدعم والمعنويات اللي اتكلمت عليها في البدايه زميل عزيز احمد، يمكن محمود كهربا لاعب فريق النادي الاهلي المعار لاحد الانديه التركيه ومؤمن زكريا كانوا حريصين النهارده ان هم يكونوا موجودين في مران الفريق لمؤازره زمايلهم والتواجد معاهم. يمكن جمعنا حريص بكهربا قال لي طبعا بقالي 5 شهور ما شفتش اللاعبين، فطبعا وحشني اللاعبين والجهاز الفني وكان لازم اكون موجود في اخر مران ليهم قبل سفرهم للمغرب ونكون موجودين انا ومؤمن. نوجه رساله للاعيبه ان كلنا كلاعبين مع وراهم وكل جماهير النادي الاهلي وراهم في مباراه مهمه زي كده، وكلنا مستنيهم ان شاء الله يرجعوا باذن الله يوم الثلاث ومعاهم اللقب الافريقي ان شاء الله بعد الفوز في المباراه النهائيه باذن الله. يعني زي ما انت اتكلمنا على ترتيبات السفر ان شاء الله، يمكن كابتن سالم حفيظ وكابتن سمير عادلي سافروا سابقوا البعثه النهارده للمغرب لي يعني وضع الترتيبات النهائيه والتنسيق مع الجانب طبعا الكاف والاتحاد المغربي اللي هيكون قائم على تنظيم المباراه في اختيار فنادق الاقامه وملاعب التدريب. غدا ان شاء الله يعني زي ما قلنا فريق النادي الاهلي هيغادر القاهره في تمام 5:30. الرحله تقريبا بتستغرق للمغرب يا احمد 5 ساعات، يعني تقريبا الفريق هيوصل في 10:30 بتوقيت 11:30 بتوقيت القاهره اللي هي تبقى 9:30 بتوقيت المغرب. اكيد طبعا هيبقى اول يوم الفرق ساعتين ولا ساعه محمد؟ بتهيألي الفرق بيننا وبين المغرب ساعتين. لا الفرق ساعتين،
ساعتين ساعتين يا احمد. يمكن انا كنت الحمد لله كان لها شرف ان كنت مرافق لبعثة فريق النادي الاهلي في مباراه الرجاء في دور الثمانيه. لا الفرق ساعتين ورحله الطيران زي ما قلنا بتستغرق تقريبا ست ساعات، فان شاء الله يعني الفرق ساعتين دوت بيبقى يمكن السفر بدري طبعا هيبقى في تغلب عليه، هو مش فرق كبير زي طبعا دول شرق اسيا وكده كان بيبقى الفرق مشكله والساعه البيولوجيه بيبقى فيها مشكله للاعبين، لكن لاعبي النادي الاهلي متعودين على الاجواء في المغرب، كنا في المغرب تقريبا من شهر، فان شاء الله يعني يكون كل الاجواء مش غريبه. كنا حتى بعض اللاعبين اللي اتكلمت معاهم يا احمد على سبيل الحاله المعنويه والجمهور والشحن والكلام الناس بتتكلم فيه، يعني عايز اقول لك لعيبه النادي الاهلي في مباراه الرجاء وكمان بيتكلموا عن مباراه الوداع ان هم بيبقوا مستمتعين بالاجواء الجماهيريه وكون ان في جمهور في الملعب ده وبقى دافع ليهم وبيخلوهم في الملعب بيأدوا بشكل احسن، وده بيطلع كل قدراتهم الفنيه داخل الملعب. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل النادي